وبركاته. الدرس ده هنتكلم عن البوست ميتا. الفيديو دوت عبارة عن صوت بدل الفيديو اللي فات. وفي الدروس الجاية إن شاء الله هنخش أكتر في الدروس برضو بتاعت التكنيكال بتاعت الورد بريس. الميتا عامة اللي موجودة في الورد بريس في منها 3 أنواع: بوست ويوزر وكومنت. التلاتة بنفس الفكرة. مثلا هنا لو جينا في الفانكشن ديت بتاعت جيت بوست ميتا، في اليوزر هيبقى جيت يوزر ميتا، في الكومنت هيبقى جيت كومنت ميتا. هنتكلم طبعا عن اليوزر ميتا وعن الكومنت ميتا في كل واحدة في فيديو لوحديها، بس احنا هنا ايه بنتكلم عن انواع الميتا عامة. في نظري ان التلات انواع بتوع الميتا سواء البوست او اليوزر او الكومنت يعني حاجات لا غنى عنها في الورد بريس بعد الريجستر بوست تايب. الريجستر بوست تايب من الحاجات برضو المهمة جدا، وهنتكلم عليها برضو في فيديو لوحدها بإذن الله. طيب ايه الفكرة او الفكرة اللي قايمة عليها البوست ميتا عامة في الورد بريس في التيبل؟ يعني دلوقتي في تيبل بتاع البوست عامة كلها. البوست ديت مش مقصود بيها مجرد التدوينات بس، لا دي مقصود بيها البوست نفسها والبيج واي حاجه احنا بنعملها جوه عن طريق ريجستر بوست تايب. زي مثلا ان هو ده موقع اسك مي، فداك مثلا كويتشن، فالكويتشن برضو بيندرج تحت البوست، ما فيش اي مشاكل خالص. يعني البوست ديت كل حاجه تخص النوع بتاع التدوينه وبيخش فيها كل الحاجات ديت. طيب هو التيبل في كل الحاجات اللي تخص البوست، يعني اتحط امتى والنيم واي حاجة تانية تخص التيبل دوت موجودة هنا، وعدد التعليقات والنوع هو زي ما احنا شايفين. المنيو كمان داخلة هنا، هو دي بتاعت المنيو بتاعت الناف اللي هي دي معتبرها بوستس برضو، والاتاشمنت برضو معتبرها بوستس. وكمان اي حاجة يعني مثلا ايه، انا هنا اهو هعمل نيو، يعني مثلا الاول بس نخش نشوف اخر التابل ده. اخر التابل 231 ده الاي دي. يعني احنا هنا بمجرد مثلا ما نعمل بوست هي اوتوماتيك بتعمل اوتو سيف من غير حتى ما نكتب او اي تفاصيل، ان هو بيتعمل لها كمان في التابل بيتعمل لها رقم اوتوماتيك. يعني الاي دي ان هو اوتو انكرمنت باوتو سيف اهو 232 اتسيف على طول، حط اوتو. هم عاملينها هنا اهوت بحيث ان ايه مفيش اي حاجة تضيع منك، وتعرف تجيب اي حاجة لو انت عملتها وتسجلت او تجيب النسخ القديمة. يعني مش ده موضوعنا، المهم ان ده التيبل بتاع البوستس. طيب التيبل بتاع الميتا في 4 كولومز. الكولوم الاولانية ده اوتو انكرومنت ميتا اي دي بيخش اوتوماتيك، وده اي دي مش هنستخدمه اصلا يعني، وده البوست اي دي بتاع البوست بتاع الاي دي بتاع البوست هنا بتاع التيبل بتاع البوستس. وهنا الميتا كي القيمه اللي احنا بندخل بيها، زي المثال اللي احنا هنتكلم عليه مثلا العربيات، فاحنا بنتكلم عن برايس، فالاسم اللي احنا هندخل بيه هيبقى اسمه برايس. وهنا الفاليو ديت بقى عباره عن انتجر زي كده، او سترينج زي كده، او اري زي كده. طيب احنا هنتعلم ازاي ندخل الثلاث قيم دول وازاي نستخرجهم كمان. طيب هنا مثلا ايه، هنفترض ان احنا عايزين ندخل قيمه، فهنستخدم ايه الادد فيها الاتريبيوت اللي احنا هنستخدمها. هنستخدم ثلاثه: الاي دي بتاع البوست، والكي اللي احنا هنستخدم بيه، والقيمة اللي احنا عاوزين ندخلها. لو انتجر هنكتبه كده بدون ولا سنجل كوتيشن ولا دبل كوتيشن،
ولو انتجر ما بين سنجل او دبل والاري كتير كده. طيب ماشي، احنا عايزين دلوقتي نعمل أدد. طيب الادد ديت بنستخدمها في حالة الادخال لاول مرة. طب احنا ازاي نتجنب ان احنا ايه، لو لان احنا ممكن نعمل ابديت، نعمل ابديت بنعدل على القيمة. فاحنا هنعمل الاول ايه، جيت، عشان نتحقق اذا كانت القيمة بتاعت البوست ميتا ديت موجودة ولا لا. لو مش موجودة يدخلها لي بالادد، لو موجودة يدخلها لي بالابديت، يعدل في القيمة يعني. وعادي ممكن نستخدم الابديت في الدخول لاول مره يعني، مفيش اي مشاكل خالص. بنجيب الاي دي بدل احنا جوه اللوب بيجيبه كده، وهنا الكي بتاعنا. الديفولت بيبقى فولس، الديفولت بتاع الاتريبيوت التالت يعني بيبقى فولس. لو احنا حطينا ترو هيجيبه لنا ايه، عبارة عن سترينج او انتجر بمعنى صح، يتعمل له ايكو. لكن لو اتحط فولس او مش حاطين اي حاجة خالص فكده هيبقى هو هيعتبره عبارة عن array، وهنحتاج نعمل له مثلا برنت ار عشان نشوف محتوياته ونتعامل معاه على انه array عادي خالص. فاحنا عاوزين نتعامل مع انه على بترو عشان نعمل له ايكو. وهنقول له هنا اف والس. طيب اف الست لو في قيمة والقيمة ديت مش فاضية هنتعامل بقى بالابديت. وبندخل هنا القيمة، احنا هنتعامل معاها على انها string، يبقى 50,000 جنيه. طيب لو مفيش قيمة هنتعامل بالادد. الاتنين نفس الفانكشن بالظبط، بس الفرق ان هي دي ادد ودي update، دي بتعدل ودي بتضيف. طيب احنا كده كده اصلا مفيش قيمة، فبالتالي هيشتغل هنا هو. حتى لو كتبنا ايكو هنا هو اي حاجة يعني معناها هو هنا ايه في الادب. بعد كده لو حطينا الايكو هنا هو وبنعمل ريفريش تاني هيحطها برضو، بما اننا بقينا كده في الايه، في الابديت. طيب احنا عايزين نجيب القيمة ديت دلوقتي، يعني عاوزين نعمل ايكو. خلاص اعمل ايكو عادي خالص برايس، هو كده كده هيجيبها بما اننا حاطين هنا ترو، فدي بيتعمل لها ايه، بتبقى عبارة عن قيمة عادية تعمل لها ايكو، سواء هي كانت انتجر او سترينج بتعمل لها ايكو مفيش مشاكل. var damp عشان تعرف النوع. اهو ما تبدو الترنج. سترينج تمام. طيب احنا كده خدنا 3 فانكشن مرة واحدة، الجيت والابديت والاديت. طيب احنا عاوزين نعمل ابديت للقيمه، يعني القيمه القديمه ديت ما بقتش موجوده، فاهم؟ مثلا خلي 80، بنعمل ريفريش على طول، هو كده عمل الابديت. بنسجل المره التانية في الايكو هيظهر اهو ال 80,000 موجودين. ولو دخلنا هنا في التيبل بتاع البوست ميتا عشان نشوف القيمة بتاعتنا، برايس 80,000 جنيه، وده رقم الاي دي بتاعنا 227.
طيب احنا عاوزين نتعامل بقى بالاري. مثلا احنا عايزين نعرف في البرايس دوت السعر القديم والسعر الجديد، فهنعمل كده array البرايس القيمة القديمة كانت 50 new برايس، ودي القيمة الجديدة. طبعا هنا مش هينفع الايكو، لما يدخل القيمة مش هينفع الايكو، جاب لي ايرور عشان ايه، مش هينفع يعمل يحول من array لسترينج بالايكو. فهنعمل هنا print r وننسقها أو الأورد برايس والنيو برايس. عايزين نجيب القيم، مفيش أي مشاكل خالص، بتركتها كده. أدي القيمة. طبعا هنا احنا ايه، يفضل نشيل الترو، يعني احنا حطيناه ما حطيناهوش هو مش تفرق معايا، بس احنا لما يكون عاوزين نطلع القيمه اللي جوه ديت سترينج او انتجر لازم نكون حاطين ترو عشان نتعامل بالايكو، ما نتعاملش انها اري. احنا ممكن نتعامل حتى مع لما يكون في قيمه سترينج او قيمه انتجر نتعامل معاها لانها اري عادي خالص. يعني حتى انا مش عاوز ابوظ المثال دوت، يعني مثلا ايه، هدخل قيمه جديده اسميها برايس 2، وبعدين في الجيت بتاعتها مع اننا مدخلين قيمة عادية، بس هو ايه مش قاريها. عشان احنا مش حاطين هنا ترو، هنتعامل بقى معاها على انها array اهو، اتعامل مع انها على array ودخل لي القيمة الأولى والقيمة التانية والقيمة التالتة، بما اننا قاعدين ايه نضيف edit. كل ما عشان كده انا بتكلم ان احنا ايه، بنتحقق الاول من القيمه، لو هي موجوده هندخلها بادد، لو مش موجوده هندخلها بابديت، لان كل ما بنعمل ريفريش كل ما هو قاعد بيدخل القيمه ايه بالحاجات دي. طيب احنا هنا لو حطينا ترو طبعا ايه، بالنسبة له مشكلة، لأن إحنا قاعدين ندخل بالأدد 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 بالأدد، فتحولت بقت عبارة عن array. إحنا عشان نتجنب الموضوع دوت لازم نقوم عاملين هنا update وندخل إيه هنا update، وندخل القيمة إيه مظبوط، إن هي تتدخل مرة واحدة بس، ما يبقاش فيه أكتر من قيمة كده، هو إن هي قاعدة تدخل أرقام، قاعدة تدخل أرقام. هنا لما بيجي بيعمل ابديت بيقوم حاططها لنا array جوه array، فلما بنيجي نستدعيها ما نستدعيهاش كده، بنحط هنا زيرو عشان يجيب لنا اول array. جاب لنا 50,000. عايزين نجيب بتاع النيو نيو برايس، هنحط جنبيها 80,000.
الكلام ده يخص البوست ميتا. طيب ايه استخدامات التانية للبوست ميتا؟ يعني احنا ممكن نستخدمها ازاي؟ انا مثلا هقول لكم في المثال اللي هنا، انا مستخدمها مثلا في الفوت ابو داو، مستخدمها في البيست انسر. بيست انسر لما بعمل كده بيسجل رقم البيست انسر في بوست ميتا، وانا بتحقق منه انهي اي دي في الكومنت ديت، في الاي دي اللي موجود في البوست ميتا يحط لي بيست انسر، لو ما فيش بيحط على الكل ايه سيلكت البيست انسر انا عملت دوت، بيقوم عامل دوت. فاستخداماتها ملهاش مثيل. مثال مثلا على الكومنت ميتا، الفوت بتاع الكومنت، مثال على اليوزر ميتا، الصفحه ثلاث ارباع الصفحه اللي موجوده بتاعت اليوزر نفسه اللي بيبقى فيها الفيسبوك وتويتر والحاجات ديت، التفاصيل بتاعت اليوزر ده نفسه، الأسئلة دي. طبعا الأسئلة ديت بجيبها مش بتسجل، اللي بيتسجل هنا ايه الأسئلة والتوتال بتاع الأسئلة والأنسر والتوتال بتاع الأنسر والفيزيتور، يعني عدد زوار الصفحة بتاعت اليوزر دوت، وبتتسجل ايه في اليوزر ميتا. نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بالظبط هيتطبق في اليوزر، هيتطبق في الكومنت، بس الفرق ان احنا بدل ما بنحط هنا الاي دي بتاع البوست بنحط الاي دي بتاع الكومنت او الاي دي بتاع اليوزر. هنتكلم على الاثنين في فيديو لوحدهم، الاثنين مره واحده، بما اننا عرفنا الكونسيبت بتاع الميتا عامه. الاستخدامات التانية ليها بقى برضو هشرحها في فيديو لوحده. لو احنا عايزين بقى يكون في ادخال للبيانات من الصفحه نفسها بتاعت الادمن او ايا كانت الطريقه، يكون في انبوت يدخل البيانات بالشكل دوت، دي كلها بتتسجل في البوست ميتا، وده الكاتيجوري عادي بتاعه. وهنا لو في فيديو والكلام دوت، كل الكلام ده بيتسجل في البوست ميتا. طيب احنا في درس جاي ان شاء الله هعملها بقى من الادمن، ان احنا ندخل يكون في انبوت للبوست، واحنا نقدر ندخل القيمه، واحنا بنعمل سيف للبوست تتسجل القيمه ديت، ما يبقاش عباره عن مجرد اكواد موجوده هنا. ان شاء الله الدرس دوت يكون القاعده بتاعته مناسبه، وان شاء الله نشوفكم في الدروس الجايه. السلام عليكم.